ده ان شاء الله باذن الله يبقى الفيديو الثالث اللي هنكمل فيه المساحه الجانبيه والمساحه الكليه للمكعب. خدنا قبل كده المساحه الوادي الواحد ازاي نجيبه، قلنا طول الحرف في طول الحرف او طول الحرف في نفسه، قلت لك ان ده على شكل مربع والمربع اطلعه زي بعض، وكان مساحه المربع طوله طلع في نفسه، هنا بنقول طول الحرف في نفسه. وخدنا المساحه الجانبيه للمكعب، مساحه الوادي الواحد في اربعه لان اربع اوجه جانبيه. بعد كده المساحه الكليه كانت مساحه الوجه الواحد في 6، وقلت لك بعد كده لو في عندك علبه بدون غطاء وعايز اجيب مساحه المساحه الكليه لها بضرب في 5 لان هم هيبقوا 5 اوجه، زي ما قلت لك زي حمام السباحه هيبقى له 5 اوجه من 6 اوجه. لو واحد مثلا بيبلطهم هيجيب مساحه وجه واحد ويضربهم في كام؟ في 5. كذلك لو انا عندي اوضه مثلا في البيت على شكل مكعب وعايز اجيب المساحه الكليه لها برضو بضرب مساحه الوجه الواحد في 5، لان انا مش هحسب الارضيه لان الراجل اللي هيدهن مش هيدهن للارضيه. بالتالي اقدر اقول ان المساحه الكليه للمكعب بدون خطا مساحه الوجه الواحد في 5. وعرفنا ازاي نجيب طول الحرف عن طريق مجموع الاحرف وعن طريق محيط الوجه الواحد. تعالوا بينا نكمل كلامنا. احيانا بيطلب منك المساحه الجانبيه والمساحه الكليه بس بيديك حاجه اسمها حجم المكعب. يعني انا بقول لك مكعب حجمه 125 سنتي متر مكعب، احسب المساحة الكلية والمساحة الجانبية. اولا حجم المكعب اللي هو كان عبارة عن طول الحرف في نفسه انا بدور ايه الرقم اللي تضربه في نفسه 3 مرات يديه 125. تعالوا بينا نفتكر كده لما خدنا في الترم الاول كنت بقعد اقول لك 2 في 2 في 2 كنا بنقول بتساوي 8، 3 في 3 في 3 كنا بنقول ب 27، 4 في 4 في 4 كان كام؟ ب 64. طيب 5 في 5 في 5 ب 125. اذا الرقم اللي انا اضربه في نفسه 3 مرات يديني 125 هو كان رقم 5. اذا انا قلنا على طول ان طول الحرف بيساوي 5 سنتي. طب انت جبت طول الحرف ب 5 سم ازاي؟ لان انا جبت عندي حجم المكعب بيديني في المساله حجم المكعب. بدور على الرقم اللي اتضرب في نفسه 3 مرات كان يديني 125، لما دورت عليه لقيت الخمسه هو الرقم اللي اتضرب في نفسه 3 مرات يديني 125. وتعالوا بينا نفتكر لما كنت بقول لك 2 في 2 في 2 كنا بنقول بيساوي 8، 3 في 3 في 3 كنا بنقول بيساوي 27، والناس كانت حافظت الارقام دي اساسا. وبعد كده 4 في 4 في 4 بيساوي 64، 5 في 5 في 5 بيساوي 125، 6 في 6 في 6 كنا بنقول بيساوي 216. فانا بدور ايه الرقم اللي انا بضربه في نفسه 3 مرات يديني 125. مانيش حافظ الارقام دي، بجرب الارقام، بضرب 2 في 2 في 2، بضرب 3 في 3 في 3 لحد ما اوصل لل 125. طب انا جبت كده طول الحرف كده المشكله بتاعتي في المساله اتحلت. اقدر اجيب المساحه او مساحه الوجه الواحد الاول اللي هي كانت عباره عن طول الحرف في نفسه او طول الحرف في طول الحرف اللي هي 5 في 5 بيساوي 25 سنتيمتر مربع لان زي ما قلت لك مساحه. اقدر اجيب مساحه الوجه الواحد، اقدر اجيب بعد كده معلش المساحه الجانبيه اللي هي عباره عن مساحه الوجه الواحد في 4 اللي هي بتساوي 25 في 4. اضرب 25 في 4، انا سامع ناس بتقول ده رقم مشهور ومعروف ان ال 4 في 25 ب 100 سنتيمتر مربع. عايز تضربهم ال 4 في 25 سيبهم معايا الاثنين، الاثنين في 4 8 و2 10. بعد كده اقدر اجيب المساحه الكليه اللي هي كانت عباره عن مساحه الوجه الواحد في 6. طب مساحه الوجه الواحد كانت ب 25 في 6، ال 5 في 6 ب 30، صفر معايا ال 3، ال 2 في 6 ب 12 و 3 15 ب 150 سنتيمتر مربع لان دي مساحه. تعالوا بينا نتعرف على بعض الحاجات اللي بتجي لك وبتقرا كتير قوي في امتحانات بصوره اكمل. يقول لك النسبه بين
المساحة الجانبية إلى المساحة الكلية للمكعب. خلي بالك المساحة الجانبية كانت عبارة عن 4 لام تربيع إلى المساحة الكلية كانت 6 لام تربيع. لام تربيع دي اللي هي مساحة الوجه الواحد، وده خدناه في الفيديو الأول. أقدر أطير اللام تربيع مع اللام تربيع وأقول له النسبة بتاعتي بقت 4 إلى 6، بقسم على الاثنين يبقى بتساوي 2 إلى 3. يبقى إذا المساحة النسبة بين المساحة الجانبية إلى المساحة الكلية كانت عبارة عن 2 إلى 3، وعايزك تحفظ الرقم ده. إنما لو أنا طلبت منك النسبة بين المساحة الكلية إلى المساحة الجانبية، الكلام ده للمكعب، أقول له هو بدأت بالمساحة الكلية يبقى 3 إلى المساحة الجانبية 2. أوعى تنسى الحاجات دي، بتتكرر في امتحانات كتير أوي. نسيتها، ابدأ الخطوات زي ما قلت لك، هات المساحة الجانبية وبعد كده هات المساحة الكلية واقسمها واختصر وطلع الناتج بتاعك. أحيانا بتيجي في الامتحان بصورة تانية يقول لك إن المساحة الكلية بتساوي نقط على نقط في سور الكسر بالنسبة للمساحة الجانبية، الكلام ده بالنسبة للمكعب. طب احلها ازاي؟ هو بدأ الأول بالمساحة الكلية، أنا عندي أساسا في رقم في النسبة 2 و3، هو بدأ بالمساحة الكلية باخد الرقم الكبير الأول على المساحة الجانبية بكتب الاثنين تحت. كذلك هو لو عكسها معايا وقال لك المساحة الجانبية بتساوي نقط على نقط المساحة الكلية بالنسبة للكلام ده للمكعب. أنا بتكلم على المساحة الجانبية باخد الرقم الصغير الأول، وبكتب بعد كده المساحة الكلية بكتب الرقم الكبير تحت. يبقى أنت كده خدت معايا 3 حاجات 4 حاجات تخلي بالك منهم. النسبة بين المساحة الجانبية إلى المساحة الكلية يبقى 2 إلى 3 لأن أنا بدأت بالصغير. أما النسبة بين المساحة الكلية إلى المساحة الجانبية بدأ بالمساحة الكلية بدأ بالكبير، يبقى أكتب 3 إلى 2. أما لو قال لك المساحة الكلية بتساوي نقط على نقط إلى المساحة الجانبية وهو بدأ الأول بالمساحة الكلية، اكتب الرقم بتاع المساحة الكلية فوق. بعد كده لو طلب وبكتب بعد كده المساحة الجانبية اللي هو الاثنين تحت. خلاص؟ خلي بالك من السؤال ده علشان بيتكرر كتير قوي في امتحان. طيب من ضمن برضه الحاجات اللي بتتكرر معاك كتير قوي في سورة أكمل، وإن شاء الله بإذن الله كل الحاجات النظري دي وكل القوانين دي هتلاقيني مجمعها لك ورقة وأبعتها لك على الجروب، واحفظ القوانين دي وحل مسائل كتير على المساحه الجانبيه والمساحه الكليه. انا ممكن اقول لك دلوقتي ان انت ان شاء الله باذن الله لو مسكت اي كتاب وفكرت تحل فيه على المساحه الجانبيه والمساحه الكليه مش هتلاقي حاجه تعرف معاك ان شاء الله باذن الله. انا عندي احيانا برضو بيجي لك فصول اكمل يقول لك النسبه بين مساحه الوجه الواحد الى المساحه الجانبيه. مساحة الوجه الواحد إلى المساحة الجانبية، مساحة الوجه الواحد كانت لام في لام بلام تربيع إلى المساحة الجانبية كانت 4 لام تربيع، أطير لام تربيع مع لام تربيع يبقى 1 إلى 4. إذا النسبة بين مساحة الوجه الواحد إلى المساحة الجانبية 1 إلى 4. طب لو أنا قلت لك النسبة بين مساحة الوجه الواحد إلى المساحة الكلية، المساحة الكلية كانت فيها 6 يبقى 1 إلى 6. طب لو انا قلت لك النسبة بين المساحة الجانبية إلى مساحة الوجه الواحد، المساحة الجانبية إلى مساحة الوجه الواحد يبقى 4 إلى 1. نفتكر مع بعض تاني كده واسألك وشوف نفسك هتوه معايا ولا لا. النسبة بين المساحة الجانبية إلى المساحة الكلية، أنا بقول لك مساحة جانبية إلى مساحة كلية. النسبة بين المساحة الجانبية إلى المساحة الكلية كانت كام؟ أيوه برافو عليك، 2 إلى 3. طب لو قلت لك مساحة الوجه الواحد إلى المساحة الجانبية كانت كام؟ كانت 1 إلى 4. طب لو قلت لك النسبة بين المساحة الجانبية المساحة الكلية إلى مساحة الوجه الواحد كانت كام إلى كام؟ كانت 6 إلى 1. حل مسائل كتير وحل افكار كتير وان شاء الله باذن الله مفيش حاجه هتقف معاك.
نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفي درس جديد، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.